بالنسبه لي انا المباراه كانت كتعرف بها تكون صعيبه. اولا على حساب الضغوطات ديال المباراه الكثيره اللي كنلعبوا حاليا ما بين البطوله ولا كاس الكونفدراليه الافريقيه. كتعرف بان فريق الرجاء البيضاوي جاي من واحد الفوز، حنا العكس جايين من هزيمه اللي بصعوبه تمكنا اننا نخرجوا اللاعبين من داك الحاله اللي كنا فيها، رشتوا الحاله ديال المباراه. قرينا مزيان فريق الرجاء البيضاوي، تمكننا اننا نسجلوا في الشوط الاول. اللاعبين في الشوط الثاني تكلمتوا على الاساس اننا ما نرجعوش للوراء، نزيدوا نضغطوا لقدام ودائما تكون انسيكوريتي ديغيغ. هذاك الشيء اللي كان الحمد لله تمكنا باش تسجلنا الهدف الثاني في الوقت اللي سجلنا الهدف الاول ديال فريق الرجاء البيضاوي. دخلني شويه ديال التخوف لان خفت، لان عارف الرجاء مدفوع بواحد الجمهور كبير، كان بامكان الرجاء في المباراه ثلاثه تنتصر. الحمد لله تسجل الهدف الثالث، عاوتاني رجعوا في الهدف الثاني. كانت مباراه الحمد لله نقدر نقول لكم انها مباراه من احسن المباريات اللي دازوا في البطوله الوطنيه ولا في كاس الكونفدراليه الافريقيه. وما علي الا ان نهني اللاعبين على المردود اللي قاموا به والتطبيق ديال اي حاجه طلبناها منهم. وهذه المباراه كنهديوها للجميع البراكنه اللي كانوا معنا في المباراه ديال وجده وما تمكناش اننا نفرحهم في ديك المباراه، وهذه راه هديه لهم باش نساو ديك الهزيمه ديال فريق وجده.